رايحة خانوم؟ هاتي لشوف. وقفي هون. هو اغراني وخلاني اغلط. لازم تحكي القصة بالتفصيل. قصدك من يوم الحادث؟ انو حادث؟ حادث السطو على بيت عثمان الجواهرجي اللي جنب هالبيت. ايوه، ليلتها كانت سهراني الست ازهار والدة الست منى، كانت سهراني بالبيت وانا كنت سهراني معها. ساعتها سمعنا صفارات الشرطة. سلمون اياها. اوعي يا ستي، اكيد يلي سرقوها ورموها قتلين قتلها، وبجوز يجوا بكره يطالبونا فيها، واذا عرفوا انه سلمناها للشرطه بياكلونا. لكن شو الحال؟ ننزلها محلها وبكره بنشوف اذا الشرطه كمشت الحراميه بنسلمهم الشنطه، واذا ما كمشتهم بنتركها محلها وبنشوف شو بصير. وبعدين شو صار؟ بعد ما نامت الست ازهار نزلت على جنيني واخذت الشنطه وحطيتها بالمستودع، وتاني يوم قرينا بالجرايد انه الشرطه قدروا يمسكوا اللصوص. وازهار ما سالت عن الشنطه؟ بلا، سالتني عنها من بعد ما نزلت على جنيني وما شافتها. قلت لها يمكن اللصوص رجعوا بعدين واخذوها. من قلبها الطيب صدقتني. وبعدين؟ في المستودع كانت الست ازهار مخبيه بدلات ما بتستعملها، وكان في بدله منهم مرشوشه بالخرز الملون. صرت انزل كل ليله على المستودع استبدل الخرز بالمجوهرات. لك قديش كنت غشيم؟ لك مسكته بايدي وما انتبهت؟ يلعنك على راسي حكومي. وليله مسرح ازهار كيف جرى الحادث؟ كان عنا ضيوف وراحوا وراحت الست ازهار لتنام، وبعد شوي نزلت على المستودع حتى اتفرج واتطمن على المجوهرات، لكن تفاجأت بالست ازهار. يا بيه، شو عم تعملي بالفستان؟ ومنين هالمجوهرات؟